حنا راه نجيبو معنا ديال سيرفيس مليون ديال الحي الحسني، جينا لقينا 4 ايام هذه ولا 5 ايام هما ساد ديال الاداره، ما كاين حتى شي بلاغ رسمي باش نعرفوا بان راه كاين مشكل ما نجيوش. كاين اللي جاي من فيملر، كاين اللي جاي من تيزنيت، كاين اللي جاي من العمله ديال الفيدا مثلا، جاي من العمله ديال الفيدا وعندي رانديفو اليوم، ما لقيناش معاه نتحاوروا، ما لقيناش معاه نهضروا. سادين البيبان كيطلعوا علينا اجنت سيكيورتي من الداخل كيقولوا سيروا بحالكم، خصهم يشرحوا لنا شوف شحال ديال الناس جاوا، راه جاوا الناس كيمشيو وكيمشيو في الصباح، ما يمكنش يبقاو يتفلاو علينا. خصنا شي نوصلوا للمسؤول لوزير تجهيز النقل، ملي كتكون شي طريق مقطوعه كيعلموا في وسائل ديال الاعلان وفي الاذاعات، ملي سيرفيس ديال السادة في هذه المنطقه خصو يخبروا الناس، الناس اللي جايين من اكادير ومن بني ملال ومن تيزنيت، قريب الاداره للمواطنين فينا هي. احنا صابرين كنجيو من العمله ديال الفيدا الحي الحسني، سيرفيس ديال ما كانش في الفيدا، علاش اللي ما كانش في الفيدا؟ علاش يخلقوا متاعب للناس؟ هاتوا شحال ديال الناس اللي مشاو، اللي جا كيمشي بسيارته، اللي جا كيمشي، اللي كيجي كيمشي، ودايرين بلاغ هنا الى اشعار لا محدود ولا لا اشعار بدون طريق. ملي غادي نعطيو مثلا ورقه بوليس يقول لك الطريق كذا كذا، غاديك مخالفه. انا بالنسبه لي سالت لي لا فيزيت ديال البيع، واش غنتعوض ولا غنعاودها؟ ما فهمتش، ما دايرين حتى اعلان، ما دايرين والو. عندي رونديفو اليوم ما عرفتش واش غنعاودها ولا نكمل بها. دابا شدني بوليسي ولا ما عرفتش واش نجاوبه. وهو مسدود دابا سيرفيس ديما، لا ما كاين حتى، دايرين بلاغ الى اجل مسمى، ما فهمناش. دابا كون كان حتى شي وثيقه عطاوا لينا باش نسيركيليو بها، لا ماشي غير اليوم مسدود، راه ديجا مسدود، راه من شحال وما دايرينش شي اعلان. دابا انا واقف ما كنسيركيلي بالطوموبيل شي ما والو، خدام بها ما كنسيركيليش. انا اليوم عندي رونديفو جاي باش ندفع، ما كاين حتى شي حل. اللي كندوي معاه تيجري علينا، واقف حدا الباب تيخرجوا من السيكيورتي تيقول لنا سحيد من هنايا، بغينا ندفعوا، بغينا ناخذوا الغرض ديالنا، وحتى واحد ما سوق علينا. حنا ما عرفناش هذا البلاغ واش كاين ولا ما كاينش، المهم عاوق علينا تصورات تمايا وتيقول لنا صوروا ولا البوليس. البوليس الا شدك تيطبق مع القانون. دابا الا خرجنا واتصل بينا البوليسي غادي يسمح لينا؟ غادي يشوف لنا التاريخ اللي كاين فيه تما، غادي يعاقبني. ولهذا الله يخليك تما، حتى داك اللي كيقولوا زون سكيورتي ما كاينش، حتى هنا ما كاينش، وماشي معقول. تفاجئنا بزاف، وعندنا التاريخ ديال اليوم، يعني عندنا ماشي نقولوا مثلا جينا عشوائيين، جينا بالتاريخ ديال اليوم والتزمنا بالتاريخ، وهاد الناس ما التزموش. بغينا نعرفوا الله يجازيك بخير، هذا الرانديفو اللي عطاونا واش حنا غنقضيو به شي غرض، ولا النهار اللي غادي نجيو مثلا واش غادي ياخذوه لينا؟ هذا بغينا ناكدوا من هذه المساله هذه. وحنا دابا كنليوا في البيرمي، واش غايسوق ولا ما غايسوقش؟ واش غادي يحط الطوموبيل ديالو تيحل هذا المشكل؟ هذا هو حنا كنعانيو من هذه المسائل هذو. وكاين اللي جا من، انا جيت دابا من ديونه، من ديونه جيت دابا وعندي الرينديفو مع 11، من جيت تفاجئت، انا ما عرفت كيفاش اش غندير. دابا الا شدني بوليسي باش غادي نتحاور معاه ولا اش غادي نقول ليه؟ قيبانوا لينا شي ناس لداخل اللي هدرتي معاه كيقول لي كثير بحالك. والباب راه مسدود والبلاغ راه هما دايرين، وتما حنا ما فهمنا كاع داك البلاغ شنو هو معنيته.